بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. لازلنا في دروس الفصل الثالث للسنة الرابعة ابتدائي، الرابعة ابتدائي الرياضيات، دروس الفصل الثالث. قلنا أهم الدروس في جميع السنوات هي دروس الفصل الثالث. الدرس رقم 78، الصفحة في الكتاب 122، صفحة 122، درس بعنوان مساحات ومحيطات. طيب، أكتشف في منزل أمين غرفتان، إحداهما لها الشكل ألف، أهو، والأخرى لها الشكل باء، هذه جاية كأنها مربع. كي شغل مربع مستطيل ولا مربع؟ والشكل، والغرفة الثانية لها الشكل باء، شغل خارجة منها شوية ودايرها. قالت له أخته: أي منهما لها أكبر مساحة؟ معناه وري الغرفة التي لها أكبر مساحة، وأي منهما لها أكبر محيط، وراه المحيط اللي راه كبير. هنا أعطاه لك مساعدة لمقارنة مساحتين، أعد المربعات داخل حيز المضلع. كي نحب نحسب المساحة، ماذا يقصد بالمساحة؟ المساحة هي الحيز، هي المساحة الداخلية، هذا الداخل، هذه المساحة. كي نحسب الداخل، المساحة هذه هي المساحة، لذلك تخرج بالمتر المربع، المساحة دائما تخرج بالمتر المربع. أما المحيط، المحيط هو الحيز، هذا الأطراف، هذا اللي راه بالأحمر، الأطراف، هذا هو المحيط. إذن الأطراف، لما نجي نحسب الأطراف تاع الغرفة هذا محيط، ولما نحسب الداخل المساحة الداخل هذيك نسموها مساحة. أعد المربعات داخل حيز المربع، لحساب المساحة نحسب المربعات الداخل. الوحدة اللي نحسب بها هنا هي U، اللي هو مربع واحد. في المساحة نحسب عدد المربعات الداخل. في المحيط لمقارنة محيط المضلعين، أعد أضلاع مربعات الوحدة. لحساب المحيط نحسب عدد الأضلاع تاع الوحدة. احنا الوحدة U هذه مربع، معناه واحد، هكا واحد اثنين ثلاثة وهكذا. إذن المحيط قلنا هو الحيز اللي يكون مع الأطراف، المساحة هي اللي تكون الداخل. لحساب المساحة الداخلية نحسب عدد المربعات الموجودة في الداخل، لحساب المحيط نحسب عدد أضلاع المربعات تاع الوحدة اللي تكون عندي. صح. سؤال أول: ما هي مساحة الغرفة A؟ الغرفة A هذه المساحة، معناها راح نحسب الداخل، معناها نحسب المربعات اللي راهم جايين الداخل. نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، كاين 20 مربع. مساحة الغرفة A هي 20 مربع، 20 مربع. سؤال ثاني: ما هي مساحة الغرفة B؟ الغرفة B هاي نحسب المربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، كذلك مساحة الغرفة B 20 U، 20 U ولا 20 مربع صغير. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن كل من الغرفة A والغرفة B عندهم نفس المساحة، مساحة متساوية للغرفة A والغرفة B. طيب، سؤال اللي بعده: ما هو محيط الغرفة A؟ المحيط راح نحسب الأطراف، الحيز الخارجي هو المحيط. قلنا لحساب المحيط نحسب عدد الأضلاع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. محيط الغرفة A هو 18 U، معناه 18 U. ما هو محيط الغرفة B؟ الغرفة B نحسب عدد الأضلاع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، 20. محيط الغرفة B 20 A، محيط الغرفة A 18 ومحيط الغرفة B 20 A. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن المحيط يختلف، محيط الغرفة B أكبر من محيط الغرفة A، لأنه هذه 20 وهذه 18، يختلفان في المحيط. محيط الغرفة B أكبر من محيط الغرفة A. هل يمكن إيجاد أشكال أخرى لغرف مساحتها 20 إي؟ ممكن نجد، ممكن نصنع شكل آخر
ويكون عنده نفس المساحة مع الغرفة A والغرفة B. مثال حنا لاحظ هنا الغرفة A شكرا راهي مديورة والغرفة B شكرا راهي مديورة. ممكن نصنع غرفة أخرى بهذا الشكل كما راكم دايرين شوف، ويكون عندها 20 A بهذا الشكل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هذه غرفة عندها نفس المساحة مع الغرفة A والغرفة B وإن كانت تختلف الشكل. طيب نروح الأنجز. احسب المساحة والمحيط لكل واحد من الأشكال الآتية A B C D E. نحسب المساحة والمحيط تاعها، عين الأشكال التي لها نفس المساحة، عين الأشكال التي لها نفس المحيط، ما هي الأشكال التي لها نفس المحيط ونفس المساحة ونفس المحيط. لازم كل شكل نحسب المساحة تاعه والمحيط. نبدأ بالشكل A. الشكل A ورا ها، نحسب المساحة تاعه الداخلية. كيفاش نحسب المساحة الداخلية تاعو؟ نحسب المربعات، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداش اثناش ثلاثة عشر أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش. المساحة تاعو ثمنتاش، المساحة تاعو ثمنتاش. المحيط اللي هو الأطراف، قلنا الحيز الخارجي، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18. المحيط 18 والمساحة 20. المساحة 20، المساحة 6 12 18. المساحة 18 والمحيط عاي قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. مساحة 18 والمحيط 18 نفس الشيء، عندهم نفس المحيط ونفس المساحة. طيب نروحوا للشكل بي. بي نحسبوا المحيط الخارجي، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17. الشكل بي، الشكل بي المحيط تاعو 17 نعاودو نحسبو معليش، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 المحيط تاع الشكل بي 18. المساحة تاعو الداخلية، واحد زوج ثلاثة وثلاثة ستة تسعة 12 18 19 20 21 3 6 9 12 15 16 17 18 3 6 9 12 15 16 17 18 18. المحيط 18 والمساحة 18 كما الشكل A، وإن كان يختلف معه في الشكل. نروحوا للشكل او. الشكل او نحسب المساحه الداخليه تاعو. المساحه نحسب المربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. نفس الشيء المساحه تاعو الداخليه 18، وان كان يختلف في الشكل مع هذا. هذا المساحه 18 18 18. المحيط، المحيط تاعو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. المحيط تاعو 22 هذا يشتبه مع الشكل، مع الشكل سي. المحيط تاع او والمحيط تاع سي كيف هذا 22. كنا نحسبوه 1 2 3 4 5 6. مين بدينا؟ بدينا من 1 زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. أي والله 22. المحيط تاع الشكل سي والمحيط تاع الشكل أو كيف 22 22. إذا الأشكال المتشابهة ورم الأشكال اللي عندها نفس المساحة وعندها نفس المحيط. طيب الأشكال التي لها نفس المساحة،
نفس المساحة ثلاث أشكال A B C A B C A B C والأو والأو A B C E الأصفر والأخضر والأخضر والأزرق عندهم نفس المساحة اللي هي 18 U 18 U 18 مربع. المساحة الداخلية كيف كيف دي اللي وحده برك دي المساحة تاعو 16 هذا وحده في المساحة في المساحة هذو الأربعة كيف كيف وهذا وحده. الآن في المحيط في المحيط عندنا زوج اللي كيف كيف برك الأ والبي الأ والبي في المحيط الأ والبي كيف كيف الأ والبي كيف كيف في المحيط الخارجي الحيز الخارجي 18 18 وعندنا السي والأو السي والأو كيف كيف في المحيط السي والأو كيف كيف السي والأو كيف كيف السي والأو كيف كيف في المحيط 22 22 دي وحده دي وحده في المساحة ودي وحده في المحيط ما كان حتى حاجة تشبه له لا في المساحة لا في المحيط. المهم الغاية ولا الكفاءة من هذا الدرس أنه توجد أشكال ولا مضلعات مختلفة في الشكل الشكل تاعها ماشي كيف كيف لكن لها نفس المحيط ونفس نفس المساحة كيما هنا هاو السي السي مع البي شو السي مع البي ماشي كيف كيف بصح عندهم نفس المساحة ونفس المحيط. هناك أشكال ومضلعات لا تشتبه ولا تتماثل في الشكل لكن لها نفس المحيط ونفس المساحة وتوجد أشكال لها نفس المساحة لكن ليس لها نفس المحيط. كي تكون المساحة كيف كيف ليس بالضرورة أن يكون المحيط كيف كيف قد تكون المساحة كيف كيف لكن المحيط مش كيف كيف وقد توجد أشكال لها نفس المحيط بس ما عندهاش نفس المساحة. بارك الله فيكم. لمن لديه سؤال أو استفسار أو أي شيء فليتركوا لي في التعليقات. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة اضغط على كلمة أبوني واضغط على الجرس حتى يعطينا دعم واستمرارية في هذه القناة. بارك الله لي ولكم. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.